بحس ان في نجاحات، وبحس ان انا بعمله بيبقى فيه مقابل، بقول لا ده لسه بدري، لا ده انا لسه عندي طموح، حاجات كتيره لسه ما حققتهاش، بنسى خالص موضوع السن، بنسى خالص كل الحاجات اللي حصلت، وطول الوقت باصص للمستقبل. ازاي حد بعد لعيب بعد عمر الـ40 ان هو يقدر، ودي النصيحه اللي انا عايزك تقولها للعيبه اللي هي دلوقتي داخله في السن ده، اللي هو داخله في السن 36 و37، ازاي ان انت حاجتين، من الناحيه النفسيه ان انت تعيد شحن البطاريه من الناحيه النفسيه، لان انا عارف ان دي صعبه جدا، بتيجي بعد فتره معينه خلاص كفايه. الحاجه التانيه ان ازاي ان انا تو ستاي فيت، او ان انا افضل فيت وافضل جاهز، علشان كلنا عارفين ان البني ادم لما بيكبر بعد فتره معينه محتاجه مجهود اكبر ان انت تفضل جاهز. طبعا ايه نصيحتك في النقطتين دول للعيبه اللي بتلعب دلوقتي واصغر منك يمكن ب7 و8 سنين؟ طبعا انا يعني هاخد منك، لان اكيد انت كابتن ميدو مش نظرتك وكلامك هيبقى مختلف عن اي حد، لان انت بتحط ايدك على نقط مهمه جدا، ازاي ان انت توصل للسن ده وتقدر تقاوم جسمك وتقاوم ان انت عاوز تبقى فيه سرعه رد فعل، عاوز يبقى فيه قوه انفجاريه، عاوز يبقى فيه رشاقه، عاوز يبقى فيه مرونه، فمش هتيجي الا لما تعمل شغل اضافي وتعمل حاجات مختلفه على السن ده علشان ترجع تاني تبقى انت في منافسه ما بينك وبين الناس اللي عندها 20 سنه. اولا لازم تشتغل على نفسك وزنا الاول، وتشتغل حد تغذيه، وده اللي انا ابتديت اشتغل عليه مؤخرا، ان انا اجيب جسم فت علشان الاستشفاء بسرعه جدا، ان انا ما تقدرش في ضغط الماتشات كل يومين ثلاثة في الفترة اللي حصلت دي كلها، ان انت بسرعة جدا ازاي تعمل استشفاء لو عضلاتك كبيرة وبتاخد مجهود عشان ترجع، لا اما بتقل وبتبقى عضلاتك خفيفة بيبقى الاستشفاء بتاعتك اخف، اصاباتك اقل، خفيف في الحركة، اصاباتك ما بتجيش الحاجات اللي هي العضلية بقى، تقل في الخلفية في الضمة في الامامية. يعني انت بتنصح كل واحد بيبتدي يكبر في السن ولو عايز يفضل في الملعب ان هو يحاول يقلل وزنه، طبعا وتقليل الوزن، حتى لو خسر عضل. لا وتقليل الوزن انا كنت زمان احنا كنا بنعملها كده بالصدفه، كنا بنعملها ان انت عاوز تخس فانت بتمنع الاكل وتقلل وتروح التمرين وتحس ان انت هبطان وتحس ان انت زي كأن وقت الصيام جسمك ضعيف وساعات بتدوخ، فلا الموضوع دلوقتي مختلف، دلوقتي انت بتمشي بشكل علمي اكتر، في تغذيه لازم تمشي مع دكتور توقيتات معينه، تعوض قله الاكل الكتير بفيتامينات موجوده يعني موجوده صحيه، فتلاقي نفسك ان انت طول الوقت فت، فده بيساعدك بشكل كبير جدا. ثانيا لازم تشتغل على نفسك، الموضوع مش موضوع خبرات بس، لا لازم تشتغل جيم بحاجات معينه، لازم احمال بشكل معين، ما تخشش تبقى داخل اللي هو انا عاوز اخش في صراع وان انا اخش مصارعه، انا دايما طول الوقت كابتن ميدو ان انت ما تقوليش بتيجي كابتن ميدو بقى، ماشي تقولي كابتن ميدو عالمي طول الوقت ان انت ما تيجي اساسا تقول ان اللعيبه اللي هي بتخش بالقاتل وبتصارع وكده، لا هي الكوره ما بقتش كده، ده مطلوب، بس هي الكوره بالعقل دلوقتي وبالمخ، ان انت ممكن تبقى لعيب، يعني سبيل المثال مثلا احنا عندنا عبد العاطي، عبد العاطي ده لعيب صغير وضعيف جدا وقليل جدا، تشوفه لا ما ينفعش يلعب ستة او ديفندر، بس في الاخر هو بيلعب بعقله، كورته كويسه، ما بيدخلش نفسه في التحامات، ما بيخشش في التحامات، كله كوره يقدر يستحوذ على الكوره، يقدر يباص، يقدر ده بيدي مثل ان الموضوع مش عافيه. مش عافيه، ان انا مش هخش مصارعه، لا فانت بتشغل العقل، فانت بتشغل عقلك ان انت ازاي بتتمركز، ازاي بتجهز نفسك، ازاي مش بتتحدى الظروف، لا انت ازاي بتتاقلم على الوضع اللي انت فيه، ازاي تفضل فت وتفضل تحافظ على نفسك وتفضل تزيد، ده ما بيجيش كده، لا الامنيات جميله جدا ان كل الناس بتتمنى، بس لازم عندك اراده، طول ما الاراده موجوده تقدر تحقق بيها حاجات كتيره جدا، فالناس لازم تشتغل على نفسها، لازم تبص وتتفرج وتشوف الناس بره بتشتغل ازاي، والتطور اللي حصل لحراسه المرمى العالميه بقت عامله ازاي، الموضوع دلوقتي ما بقاش صدات بالصدفه، كل الناس بتصد، لازم الناس تلعب برجليها، لازم الناس تشوف، يعني فاكر احنا اساسا اوريدي انا وجودي في وادي دجله كان فكرتك علامة، ما عشان انا كنت مؤمن ان انت وشريف اكرام احسن جولين بتلعبوا برجلكوا في مصر. بالظبط، فاحنا جينا علشان فاكر اول قعده قلت لي ان انا محتاجك عشان انا عاوز العب كوره من تحت ونبدا بالبيلد اب وازاي نحضر، فانت عندك الميزه دي فنبدا نعمل الشغل ده، فده حاجات حديثه خلاص الناس بتتفرج دلوقتي على اللي بيتطور، دلوقتي فده دلوقتي لازم كده دلوقتي يا انا بقول ان
الجون اللي ما بيلعبش برجله كويس لا يمكن يلعب مع مدرب كبير. يعني صعب. الدوري المصري لسه بنشوف فيه فرق بتلعب كور طويله وبتاع، انما اتفرج لو اتفرجنا هنلاقي كل الفرق بره بتحاول انها تلعب الكره من تحت. مش شرط ان انت تلعب الكره من تحت ان هي تبقى يعني مش على طول الوقت. لكن بالزبط. لكن في معظم الاوقات. جربت تلعب بيوجا؟ شويه مؤخرا. تعرف ان اليوجا يعني بجد ممكن تزقك 4 5 سنين كمان. طبعا. يعني اليوجا بتشتغل على الجوينتس، على بتفرق. كل انت كل ما بتكبر في السن كل ما الجوينتس بتقل شويه فيها مشاكل. طبعا. اليوجا دلوقتي كنت بتفرج على دوكيومنتري ازاي ان رايان جيجز والناس اللي فضلت تلعب لسنوات طويله ان هم ابتدوا في اخر مواسم ان هم يلعبوا يوجا. ما برضه هاخدك الحته دي. الحته دي بالنسبه لي هي مهمه لان انا بقول ان انت ظاهره ان انت تقدر تلعب كل السنين دي ما شاء الله. عقليات اللعيبه بتاعت الجيل اللي طالع ما بتخليكش ان انت تزهق؟ انا مش عايز اتعامل مع يعني لان في فرق في العقليات كبير جدا. احنا كنا محظوظين ان احنا لعبنا في وقت ولعبنا مع لعيبه كانت عقلياتهم مختلفه. لعيبه بتخش في الحديد، لعيبه بتلعب وهي مكسوره ومشروخه وبتلعب. العقليات بتاعت الجيل اللي طالع الجديد ما بتجيبلكش صدمه؟ ولا انت قدرت ان انت تتاقلم ان انا ازاي اتعامل معاهم؟ انا عندي مشكله في دي بقالي فعلا سنتين ثلاثه بعاني من القصه دي. احنا كنا جايين من جيل مختلف، الله يرحمه الكابتن جوهري. جيل بيطلع الجبل وبيشقى وبيسافر في اصعب الدول والظروف وبنتعامل ونتاقلم على كل حاجه. على جيل دلوقتي الموضوع في حته تانية خالص. فانت عندك اتنين عالمي، لا اما تزهق وتقول لا خلاص انا مش عاوز ومش هلعب في الجو ده وده انا ما اتعودتش عليه، او انت اللي تحاول تغير الناس دي. فاللي حاصل ان انا مش راضي بالوضع اللي هم فيه. لا انا الحمد لله بقالي سنتين ثلاثه بحاول اغير في كل اللعيبه اللي عندنا اللي بادئين حتى الصغيرين. يعني انا دايما في المعسكرات بحب اقعد مع الاولاد الصغيرين وممكن يكون جون احسن. يعني انا في النادي حتى بقعد مع حسين زكري، وده جون ولد 17 سنه لعب النهارده على فكره ومن الناس كويسه جدا. النهارده على فكره لعب ماتش كويس جدا. انا ما تزعلش يا حسين، الغلط اللي غلطته في الكوره رجعت لك، لكن لسه كنت بقول لقوسه ان هو لعب ماتش كبير يعني. وقعدت على فكره لماجد سامي، انا قلت له ان ده جول كبير يعني. لا هي عنده مستقبل كبير جدا. فانا بحب اقعد مع النوعيات الاولاد الصغيرين عشان اتكلم اكتر ونقعد نتكلم اكتر، بعدي عليهم في الاوض. ليه؟ لان شايف ان هم الحياه سرقاهم او هم مش باصين حاجه مستقبليه، بيقصروا في حق نفسهم. عندهم امكانيات كبيره جدا بس محتاجه شغل. يعني دايما يا كابتن ميدو ان اللعيب في الملعب بامكانياته ولعب بس من غير روح ولا عزيمه ولا اراده لا يمكن تنجح. اللعب الكوره كل الناس بتلعب كوره، فاحنا النوعيه اللي موجوده دلوقتي ما شافتش الشقه كلها، اغلبيتها متربيه في نادي ما راحتش انديه تانية فما شافتش الانديه التانيه بتتعامل ازاي بره، واوض اللبس التانيه عامله ازاي، وتعامل المدربين الخارجيين تاني. فهو متعامل في حته واحده شايف ان الناس بتدلعه والامور كويسه. فلا، لازم يتغير انه يبقى عنده هدف، ولازم يهتم، بينام بدري، ياكل كويس، يعمل استشفاء كويس. يعني انا بكل الحاجات اللي عندنا ان انا لازم اللعيب بعد ما يخلص تمرين لازم يعدي على الاستشفاء الاول، لازم يعمل مساج، لازم يخش ساونا، لازم يعمل تلج. ده مهم جدا. ما ينفعش ان هو يروح وخلاص ان انا صغير عن 18 سنه فما عنديش مشكله، انا مش حاسس بتعب. انت بتبني تعود جواك. طبعا. تاكل كويس. يعني مؤخرا ان قعدنا نشوف مين المحلات الكويسه اللي بتعمل حاجات كويسه صحيه تقدر تستفاد بيها، لان انت عارف ان معظم دلوقتي الولاد الصغيرين مش من القاهره فبقوا جايين من الدول الارياف ومن الصعيد ومن بحري وكده، فبيقعدوا مع بعض من المدن الارياف. فبيقعدوا مع بعض، فبيقعدوا مع بعض اي حاجه بقى. فاللي هو السوبر ماركت والحاجات دي كلها دي حاجه مش صحيه تماما. فالافضل ان انت تقول لهم لا، انت تدور لهم على حاجه كويسه ياكلوها، حاجه صحيه. يعني هو نايم، هو حاسس ان هو كويس، هو جاي التمرين يبقى خفيف، وهو نازل الماتش ما يحسش بتوقع. بتحاول تعرفهم الفرق ما بين بالظبط، لان ده مهم جدا. هو ده دور الناس اللي هي الكبيره اللي اتعلمت وشافت حاجات كويسه وحاجات احنا شفناها وتعودنا عليها ونجحنا بيها وغيرنا نجحوا بيها. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا وده